صلى الله عليه وسلم أنا دين التسامح والعفو والأخوة أنا الذي ختم الله بكل ديانات أنا الإسلام وهذه أركان أنا أول أركان الإسلام أنا الشهادتان أنا مفتاح الجنة أنا كلمة التوحيد أنا من قيل عني في الأخبار أني أفضل الأذكار أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه أختي أما أنا فأعظم أركان الإسلام من تركني ترك الدين كله ومن أقامني أقام الدين كله أنا عماد هذا الدين أنا فرضني الله في السماء وفرض باقي الأركان في الأرض الصلاة أما أنا فتاة هذه الأركان أنا التي أدخل الفرحة والسرور على الفقراء والمحتاجين أنا التي أخرج من مال الميسورين دون أن ينقص من مالهم شيئا بل ينمو أظنكم عرفتموني نعم أنا السبب وهذا أخي أنا هو الركن الرابع لهذا الدين أنا فرض على كل لمن استطاع إلي سبيل وأنا يرجع العبد بعد إفعامة مغفور الذنوب والخطايا وهذا أخي أنا أيضا لي شأن عظيم في هذا الدين أنا فرض على كل مسلم ومسلمة أنا الذي جعل الله بفضل باب الجنة اسمه الريان لا يدخله إلا الصائم أنا صوم رمضان